معانا الأستاذ أحمد، يتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد. أنا معايا شقة ومعايا أربع بنات. طيب ربنا يبارك في الشقة ويبارك في الأربع بنات. طيب يبقى أنت عايز تكتب الشقة للأربع بنات؟ أه كتبتها للأربع بنات. طيب إيه فين السؤال بقى؟ ده حلال ولا حرام؟ فيها حرمانية؟ لا ما فيهاش حرمانية، وربنا يبارك للبنات وربنا كمان يكرمك. يعني ما فيهاش حرمانية إنه بقية الورثة ما ورثة إيه يا حاج؟ أنت حسك في الدنيا، ربنا يحفظك يا حاج أحمد. الله يخليك الله يبارك فيك. ورثة إيه؟ إحنا في إيه اللي جاب سيرة الورثة دلوقتي؟ عشان يبقى في ورثة يا حاج أحمد لازم يبقى بعد الشر إن شاء الله لازم يبقى فيه وفاء، ولازم يبقى فيه تركة، ولازم يبقى فيه ورثة. احنا دلوقتي انت بتتصرف في مالك الحلال اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلك امين عليه، فتصرفت في مالك كيف ما شئت، وانتظر ورثتك اغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. السؤال الثاني. طيب يعني السؤال الاولاني خلاص عليها زكاة. طيب يعني السؤال الاولاني خلاص كده. السؤال الثاني بتقول عندك قطعة أرض، أنت عليها زكاة؟ سؤال، قطعة الأرض دي بتزرعها؟ لا ده قطعة أرض أساس المباني. طيب أساس المباني أنت عارضها للبيع ولا حاططها عشان تبني عليها بيت لأولادك أو لي أو ليك؟ لا كانت الأول عشان أبني عليها، ولكن حاليا عايز أبيعها. طيب من ساعة ما أنت نويت تبيعها خلاص بقت عروض تجارة، لما تبيعها بقى طلع الزكاة عليها مرة لما انت تيجي تبيعها ان شاء الله. خلاص كم في المية ان شاء الله؟ 2.5% من تمنها. طيب والارض الزراعية؟ الارض الزراعية بتتزرع تطلع على الزرع بتاعها. باخد ايجار منها انا؟ لا بتاخد ايجار، الايجار يتحط في رصيدك وتحطه بقى وتطلع على رصيدك كله فلوس. لا رصيدي مش هيوصل للنصاب. خلاص يبقى مش هتطلع زكاة عليها، الإيجار لو بيتصرف يبقى خلاص معلوش زكاة يا حاج أحمد. بارك الله فيك وفيك ونفع بك يا رب. الله يعزك.